ايه الكلمة اللي مامتك لما بتشوفك بتقولها لك؟ ادخلي على المواعين. اهو انا عملت كل حاجة عليك المواعين. تليفون. ماله تليفون؟ كل ما تشوفني على التليفون سيب الزب ده لحد يكسره واعمل فيه احنا عمايل. اكتر حاجة بتكرهها يعني. ايه غير التليفون؟ النوم. سيب التليفون وقومي كلي. بس انا هسيب التاب مثلا. ليه مشكلة جيل بحاله؟ انا بحبك. كل ما تشوفك تقولك انا بحبك؟ يعني او خش انت بتقولي لها ايه؟ انا بحبك برضه ماما. بحبك وانا كمان بحبك وانا كمان. طبعا والدي طبعا الواحد اي ام تتمنى لابنها يكون كويس، وطبعا على طول بتقول ربنا يكرمك ان شاء الله وبتدعي لي دايما حتى بره مصر وجوه مصر. يعني ممكن تقول لي اخيرا ببقى غايب عليها مثلا ممكن يومين بعد الجواز وكده، اخيرا لسه في وما افتكرت ان لك ام اني زعلان تاني موصياه تقوم اول ما توصل مصر تنصمت. ردك بيكون ايه؟ يعني معلش ماما بقى انا اسف حقك عليا وكده، وابتدي اخش ابوس ايديها يعني بتسامحك بقى وبعد كده. لا 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 ماما جميله صراحه، ماما حلوه. لو عملت مصيبه هتبقى رد فعلها ايه؟ طبعا رد فعلها بيكون قاسي عليا بصراحه. بس انا لسه كسر لها كرتونه كده كان فيها ازاز وحاجات بتحبها، ما زعقت لي. بس هي بصراحه هي ماما جميله في التعامل بتاعها، بس هي ممكن تيجي تبص كده تقول لي ايه اللي حصل في الموضوع، يعني موضوع ما تعال عايزاك ونقعد على جنب كده نتناقش، يعني في حته حلوه بينه وبينها. بتعاقبك؟ يبقى في عقاب؟ يعني بتزعل، هي ماما بتزعل ممكن تخصمني